الكتب. مع الأستاذ إسماعيل الناظر. أيها السادة، أسعد الله مساءكم ومرحبا بكم. من رجال الأدب العربي الحديث الأستاذ عباس محمود العقاد، الذي أخرج العبقريات، والذي نبغ شاعرا كما نبغ كاتبا وباحثا. ومن هؤلاء الدكتور طه حسين، صاحب الأسلوب الساحر الجديد وصاحب الأيام وعلى هامش السيرة وغيرها. ومن هؤلاء صاحبنا توفيق الحكيم، الفيلسوف الساخر، صاحب الأسلوب السهل الممتنع والروايات ذات المغزى البعيد. وسوف نرى من بعض يوميات توفيق الحكيم أنه كاتب اجتماعي، وأنه ناقد، وأنه يستخدم قلمه للإصلاح، وأنه يصل إلى الإصلاح عن طريق التحليل والوصف والروايات. وهو تحليل للناس، وتحليل للأوضاع، وتحليل لمنهج الحياة عند من يتعرض لهم الحكيم. ولقد شاء الله أن يكون توفيق الحكيم من رجال القانون، وشاء الله أن يعين توفيق الحكيم بحكم هذا الاختصاص نائبا في الأرياف، وكيل نيابة في الأرياف. فقضى الحكيم في هذه المهمة زمنا لعله يسير جدا حسب التقويم، ولكنه كان طويلا جدا حسب ما سنطلع عليه من ملاحظات توفيق الحكيم، الذي شاء أن يدون يومياته أو مذكراته عن أيام قضاها نائبا في الأرياف. وطبع كتاب يوميات نائب في الأرياف، فلقي نجاحا كبيرا، ونقل للغات الأجنبية، فاستحق صاحبه عن طريق الترجمة تقدير الغرب بعد أن استحق الأصل العربي تقدير أهل الشرق. واستحق الكتاب ذلك التقدير لأنه ذو أسلوب ساخر نافذ، يعطي القارئ تحليلا جميلا للأشخاص، وتحليلا جميلا للأوضاع التي يتعرض لها الكاتب. ومن دلائل الأسلوب الساخر النافذ تصوير الحكيم وكيل النيابة، تصويره للقاضي الذي يقف أمامه. فهناك في الأرياف قاضيان، أحدهما سريع البت في القضايا مهما تعددت، والآخر بطيء ولو بات في المحكمة. ويقول الحكيم: وما كدت أرى وجه القاضي حتى وجمت، ففي المحكمة قاضيان يتناوبان العمل، أحدهما يقيم في القاهرة ولا يأتي إلا يوم الجلسة في أول قطار، ويسرع في نظر القضايا حتى يلحق قطار 11 الذي يعود إلى القاهرة. ومهما زادت القضايا وبلغ عددها، فإن هذا القطار لم يفت القاضي يوما قط. أما القاضي الثاني فهو رجل ذو وسواس، وهو بعد يقيم مع أسرته في دائرة المركز، فهو يبطئ في نظر القضايا خشية العجلة والغلط، ولعله أيضا يريد شغل وقته وتسلية ضجره في هذا الريف، وليس أمامه قطار يحرص على ميعاده، فهو من الصباح يجلس إلى المنصة وكأنه قطعة منها سمرت فيها فلا ينفصل عنها إلا قبيل العصر، ويستأنف الجلسة في أكثر الأحيان عند المساء. وكانت تذيقني جلسته مر العذاب، فهي الحبس بعينه. وكأنما قضي علي أن أربط إلى منصتي لا أبدي حراكا طوال النهار،
وقد وضع حول عنقي أو وضع حول عنقي وتحت إبطي ذلك الوسام الأحمر الأخضر كأنه الغل. أهو انتقام إلهي لهؤلاء الأبرياء الذين دفعت بهم إلى الحبس دون أن أقصد؟ أترى أخطاء المهنة تقع تبعاتها علينا فندفع ثمنها في الحياة دون أن نعرف؟ وجمت لرؤية القاضي إذ أدركت أني وقعت في جلسة لا ترحم بعد ليلة كلها عمل، ولست أدري ما الذي طمس ذاكرتي، فحسبت خطأ أن اليوم نوبة ذلك القاضي السريع. ودخلت الجلسة، يقول الحكيم، ودخلت الجلسة وكان أول ما فعلته أن نظرت في الرول، فإذا أمامنا 70 مخالفة و40 جرحى، عدد والحمد لله كفيل أن يجلسنا بلا حراك مع هذا القاضي طول اليوم، على أن القضايا دائما عند هذا القاضي أكثر منها عند القاضي الآخر. والسبب بسيط، إن القاضي الموسوس لا يحكم في المخالفة بأكثر من غرامة 20 قرشا، بينما الآخر يرفع سعر الغرامة إلى 50، وعلم المخالفون والمتهمون بذلك فجعلوا كل همهم الهروب من صاحب السعر المرتفع والالتجاء إلى صاحب السعر المناسب. وطالما تبرم هذا القاضي وشكى من ازدياد عمله يوما عن يوم دون أن يدري العلة، فكنت أقول في نفسي ارفع أسعارك ترى ما يسرك. هذا وصف الحكيم لهذا القاضي. ننتقل مع توفيق الحكيم المصور الساخر النافذ، وهو يصور لنا أحد المحامين في جلسة أخرى وأحد المتهمين وأحد القضاة. فقد اتهم أحدهم بسرقة وبور غاز أو دفور، ووضع القيد في يده أو رجله وسيق للمحاكمة، وتقدم للدفاع عن المتهم محام ذو كرش كبير كالقربة، وكوقف توفيق الحكيم وكيلا للنيابة، وكان هناك القاضي وكان مشغول البال في أمر آخر أنساه سير المحاكمة. ويصف توفيق الحكيم كل ذلك ويقول: فنادى المحضر بصوته الممتلئ قضايا المحابيس وذكر اسما من الأسماء، فدوت صلصلة السلاسل ونهض من بين لابسي الخيش رجل فك الحارس قيده، ونهض من بين المحامين نهض أفندي ذو بطن كأنه القربة المملوءة، وقال: حاضر مع المتهم. فقلت في نفسي: تلك قضية لها محام لن يتركنا قبل أن يفرغ في رؤوسنا ما شاء بحجة حرية الدفاع، فلأغمض عيني منذ الآن ورأسي أحوج ما يكون إلى الراحة بعد سهر الليل. وسمعت القاضي يقول للمحبوس: أنت متهم بأنك سرقت وبور غاز. قال المتهم: أنا صحيح لقيت الوبور قدام باب الدكان، ولكن لا سرقت ولا نهبت. رجل على رأسه لبدة بيضاء وعلى منكبيه دفية، فحلف اليمين، حلف الشاهد اليمين، وقال إنه أشعل وبور الغاز ليهيئ الشاي لبعض الزباين، وكان الزباين جالسين داخل الحانوت، فهو بدال ريفي صغير يبيع السكر والبن والشاي والتبغ، ويجتمع لديه أحيانا بعض الناس كأنهم في شبه مقهى. ولقد وضع الوبور الدفور مشتعلا عند عتبة الباب في الطريق، ودخل يحضر الإبريق، وما أن عاد حتى رأى المتهم قد حمل الوبور بناره وجرى به، وجعل الشاهد يسهب ويتشهد بمن حضر ومن جرى معه خلف هذا السارق. والقاضي مطرق، وقد علمت من هيئته، يقول الحكيم: علمت من هيئته أنه يفكر في شيء آخر. وفجأة نظر إلي القاضي، نظر إلي وقال كالمخاطب لنفسه: أنا حلفت الشاهد اليمين، فما تملكت أن صحت في ضيق. سبحان الله،
أنا سمعت الشاهد حلف، أنا سمعت الشاهد حلف. فقال لي القاضي: أنت متأكد؟ فشعرت أن روحي تفارقني، فهمست: تحب أني أحلف لك أنه حلف؟ فاطمأن القاضي بعض الإطمئنان وأصغى إلى بقية الشهود في صمت وانتباه، ولم يطق المتهم صبرا، فنهض بغتة كالمستغيث وقال: يا حضرة القاضي، في الدنيا حرامي يسرق وبور جاز بناره؟ فأسكته القاضي بإشارة من يده قائلا: تسألني أنا؟ أنا عمري ما اشتغلت حرامي. ونظر إلى منصة الدفاع، فقام المحامي على المتهم يصيح قائلا: يا حضرة الرئيس، نحن لم نصادف وبور، ولا رأينا وبور، ولا مررنا في طريق به وبور، والقضية ملفقة من ألفها إلى يائها. هذا ما قاله المحامي. وأراد المحامي أن ينطلق في هذا الكلام وأن يصول ويجول، ولكن القاضي قاطعه وقال: حلمك يا أستاذ، المتهم نفسه معترف بأنه صحيح لقي الوبور قدام باب الدكان. فضرب الأستاذ وجه المنصة بقبضته وقال: هذا سوء دفاع عن موكلي. فأجاب القاضي في هدوء: غرض حضرتك إني أصدق حسن دفاعك وأكذب الحقيقة اللي نطق بها موكلك أمامنا جميعا؟ هذا ما قاله القاضي. فاحتج المحامي ورفع عقيرته، وقد بدا لي أن كل همه أن يجلجل صوته في الجلسة، وأن يتصبب عرقه فيمسحه بمنديله، وينظر إلى زبونه كأنما يريه الجهد الذي يتكبده من أجله، والعناية التي يبذلها في سبيله. وكان التعب والضيق والحبس بلا حراك أمام منصتي قد صيرني شخصا لا يعي ولا يفهم ما يدور حوله، فأخفيت وجهي في ملف من ملفات القضية واستسلمت للنعاس. هذا وصف توفيق الحكيم لهذا المنظر في يوميات نائب في الأرياف. فمما سبق نلاحظ مثلا، نلاحظ أن الحكيم يلجأ إلى اللغة العامية أحيانا، لا تشجيعا للعامية أو تفضيلا لها على الفصحى، لأن ذلك يعتبر تعديا على اللغة السليمة، وإنما إمعانا من الكاتب الساخر في السعي نحو التصوير الدقيق والوصف الجميل الصادق. فالمتهم بسرقة وبور الجاز الدفور أبلغ وأصدق، أو قد يكون أبلغ وأصدق في الوصف عندما يتحدث بالعامية، ونقل الحكيم لحواره مع القاضي كما رأينا أبلغ بالعامية منه بالفصحى. ومن فوائد تطعيم الوصف والروايات بالكلمات أو الجمل العامية أنها تؤثر في القارئ تأثيرا أقوى من تأثير الفصحى، ومعلوم أن هذا يقوي أسلوب الكاتب أحيانا، لأن الكتاب مكتوب بالفصحى، كتاب يوميات نائب الأرياف مكتوب بالفصحى باستثناء العبارات التي هي في الأصل عامية ونقلها الحكيم على صورتها الأصلية. نلاحظ مما سبق كذلك أن الشخصيات التي يصفها الحكيم هي شخصيات عامة وليست شخصيات خاصة. السارق الذي يتحدث عنه توفيق الحكيم صورة قد تنطبق على طائفة من الناس، تنطبق عليهم هذه الصورة بوجه عام. والمحامي السمين الذي رأيناه والذي يرفع عقيرته هو صورة قد تنطبق على طائفة من الناس، قد تنطبق عليهم تلك الأوصاف أيضا. والقضاة في الريف المصري الذين وصفهم الحكيم في هذه اليومية يمثلون أيضا طبقة ممن يحترفون القضاء ومثل ذلك. ومثل هذا ينطبق على شخصيات أخرى، شخصيات أخرى تعرض لها الحكيم وعرضها توفيق الحكيم في يومياته، كالعمدة والمحضر ونساء الريف، نساء الريف، حلاق الصحية، الخفير، المأمور وغيرهم. ولقد عاش في الريف المصري غير الحكيم كثيرون، ورأوا أكثر، أو لعلهم رأوا أكثر مما رآه الحكيم من صور وأوضاع.
غير أن الحكيم قدر أن يصور ما رأى وأن يبدع في إخراج الصور عن طريق الأدب الجميل والأسلوب السهل الممتنع الممتع، حتى لا يكاد القارئ يتصور الأشخاص وكأنهم أمامه، وحتى لا يستطيع القارئ أن يدرك الغاية الحقيقية التي حملت الحكيم على كتابة يومياته. فليست هي مذكرات، وإنما هي شرح لمآسي حياة الريف وأهل الريف السذج البسطاء، بسطها الكاتب الساخر بأسلوب ساخر نافع. وبعد، لقد أحسن الحكيم في تدوين مذكراته، وقد نشرت هذه المذكرات وإن ظن صاحبنا أنها لن تنشر. ولقد كان من الخير للريف أن يكون الحكيم نائبا فيه، وإن لم تكن حياته هنيئة فيه، فكثيرا ما كانت مصائب الكتاب فوائد القراء، وكثيرا ما أنتج الألم في الكاتب متعة للقارئ. وطالما جنى المجتمع ثمار الفكر والمفكرين، ولعل في هذا جوابا لصاحبنا الذي يتساءل ويقول: لماذا أدون حياتي في يوميات؟ ألأنها حياة هنيئة؟ كلا، إن صاحب الحياة الهنيئة لا يدونها إنما يحياها. إني أعيش مع الجريمة في أصفاد واحدة، إنها رفيقي وزوجي، أطالع وجهها في كل يوم ولا أستطيع أن أحادثها على الفراد. هنا في هذه اليوميات أملك الكلام عنها وعن نفسي وعن الكائنات جميعا. أيتها الصفحات التي لن تنشر، ما أنت إلا نافذة مفتوحة أطلق منها حريتي في ساعات الضيف. وبهذا أيها السادة نودع الفيلسوف الساخر توفيق الحكيم، نشكركم شكرا جزيلا، وإلى أن نلتقي بكم في جولة أخرى نتمنى لكم طيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا البرنامج من إعداد موظفي الموجة رقم 2، ومنهم إخراج روبرت سكويرز، إعداد وتقديم إسماعيل الناظر، موظفو الاستوديو مبارك عبد الله، شاهين يوسف، وناصر محمد، الموظفون الفنيون حسن عطاس، أحمد نخيلان، علي حسن شهاب، وعبد الله فهد. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا البرنامج.